تشغل مجموعة انتلسيا حاليا في السنغال 1200 مستخدم، وافتتحت ثاني فرع لها بهذا البلد سنة 2019 بمدينة ثياس على بعد حوالي 70 كيلومتر من دكار. وسيساهم هذا الفرع الجديد في خلق 600 منصب شغل، وبالتالي الرفع من إجمالي المستخدمين إلى 1800. ونقل بيان للمجموعة المغربية عن وزير الاقتصاد الرقمي والاتصالات السنغالي قوله إن هذه الوحدة الثالثة التابعة للمجموعة التي يتم افتتاحها تعزز من جهة من جاذبية بلاده في مجال الخدمات بصفة خاصة وفي مهن إدارة علاقات الزبناء على وجه التحديد، كما تبرز إمكانيات النمو التي رصدتها مجموعة مثل انتلسيا في السنغال، سواء من حيث البنيات التحتية أو الموارد البشرية من جهة أخرى. وأضاف الوزير السنغالي: لا شك أن هذا الفرع الجديد سيكون له تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية لبلدنا من خلال الاستثمارات التي تم توفيرها وخلق فرص العمل. من جهته قال رئيس المجموعة لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء إن إحداث فروع للشركة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء يتم وفق منطق الاستثمار المسؤول والمنتج لفرص الشغل ولقيمة مضافة لكل المنظومة الاقتصادية. وأضاف أن السنغال توجد بما لا يدع مجالا للشك في مرحلة إقلاع اقتصادي وتعيش تحولا كاملا، كما أن الشباب السنغالي مؤهل بشكل جيد، موضحا أن هذا الفرع الجديد يفتح للمجموعة آفاقا جديدة. أما الرئيس المؤسس للمجموعة كريم البرنوسي فأكد من جهته أن هذا الفرع الجديد يبرهن على رغبة المجموعة في مواصلة استثماراتها بشكل مستدام في القارة الإفريقية، قائلا إن تواجدنا في السنغال ينسجم مع مخطط الإقلاع الاقتصادي بهذا البلد، والذي يطمح إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وإنسانية. وتأسست مجموعة انتلسيا سنة 1999 وتتواجد في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء منذ 2015، وانطلقت من الكاميرون حيث تتوفر على موقع بمدينة دوالا بنحو 1200 مستخدم، قبل أن تستقر سنة 2016 بالسنغال ثم الكوت ديفوار ومدغشقر وجزر موريس سنة 2017. ويبلغ عدد مستخدمي المجموعة حاليا في هذه الدول 3600 متعاون، ومن المنتظر أن ينصل هذا الرقم إلى 5000 مستخدم متم العام الحالي. وتتواجد المجموعة المغربية في 16 دولة موزعة على قارات إفريقيا وأوروبا وأمريكا، وتضم حاليا 35,000 مستخدم، وحققت سنة 2021 رقم معاملات يقدر ب 700 مليون أورو.